رسالتي الثالثة وهي رسالة هامة جدا للاعبي النادي الأهلي. يعني بالنسبة للاعيبة النادي الأهلي، وده مش كلام بنطبق النادي الأهلي، بالعكس أنا دايما أو لما بنيجي نتكلم، وده دورنا على فكرة، احنا في قناة النادي الأهلي، وبالتالي دورنا إن احنا ندافع عن اللاعبين، ولكن أنا بتكلم هنا من منطق إن أنا يعني تشرفت في يوم من الأيام إن أنا كنت برتدي تيشيرت النادي الأهلي. وهي رسالة واضحة للاعبين، يجب أن يكون المجهود أكبر من كده، يجب أن تكون هناك عزيمة وإصرار على الفوز أكتر من كده. أنا عارف وأنا ما بديش مبررات، وأنا قلت إن دي حقائق واقعية، أن هناك رطوبة عالية ودرجة حرارة عالية وملعب سيء وكذا وكذا وكذا، كل الكلام ده وضغط مباريات وسفرية طويلة، كل الكلام ده بنتكلم فيه، ولكنها ليست مبررات لأن يظهر لاعبو النادي الأهلي بهذا الشكل في هذه المباراة. وبالمناسبة كل اللاعبين عارفين الكلام ده ومتأكدين وشايفين إن هما كانوا بعيد عن مستواهم الطبيعي، اللي لو لعبوا ب 40-50% من مستواهم الطبيعي الماتش ده تكسبه عادي. وبالتالي هي رسالة واضحة للاعبي النادي الأهلي إن الماتشين اللي جايين في البطولة الأفريقية ماتشات صعبة جدا جدا جدا، تحتاج لكل مجهود، تحتاج لكل تركيز. أنا متأكد ومش أنا لوحدي، كل جمهور النادي الأهلي متأكد أن لاعبو النادي الأهلي خلال المباريات القادمة هنشوفوا مستوى تاني. بالمناسبة وحق جمهور النادي الأهلي يزعل، وحق جمهور النادي الأهلي يتضايق، وحق جمهور النادي الأهلي يبقى متضايق من أداء اللاعبين، لأنه اللاعبين دول اللي بيرفعهم فوق قوي هو جمهور النادي الأهلي، واللي بيخليهم نجوم وبيخليهم، كلنا مرينا بهذه الأمور، جمهور النادي الأهلي. فأنت كلاعب لازم تسمع كويس جدا لانتقادات الجمهور، عندك مبررات أو عندك أمور حاصلة أو أمور بالفعل بتحصل، لكن في النهاية أنت بتحمل اسم النادي الأهلي وشارة النادي الأهلي. فعشان كده هي رسالة واضحة، المباراتين القادمتين مفهومش غير تركيز بنسبة 100% ومجهود بنسبة 100%، لو ممكن 200% أعمله، علشان في الآخر التوفيق ده بتاع ربنا، ربنا بس هو اللي بيقول أو هو اللي عارف مين اللي هيكسب المباراة النجم الساحلي يوم 24، أو مين اللي هيكسب مباراة الهلال، هل الأهلي هيصعد ولا مش هيصعد. لكن أنا شخصيا كل ثقة في هؤلاء اللاعبين، ومش أنا لوحدي وأنا متأكد من هذا الكلام، أن جمهور النادي الأهلي بالكامل كله ثقة في هؤلاء اللاعبين أن هم يقدروا يكسبوا الماتشين اللي جايين دول ويصعدوا أول عن هذه المجموعة باللعب الطبيعي بتاع النادي الأهلي، بالأسلوب الطبيعي بتاع النادي الأهلي، بالمستوى الطبيعي. 60-70-80% من اللاعبين، المستوى الطبيعي لكل اللاعبين لو وصل ل 70-80% هنكسب أي حد، هنكسب المازيمبي وهنكسب ترجي وهنكسب كل الفرق دي اقل من النادي الاهلي لما بيبقى لعيبه النادي الاهلي في مستواهم الطبيعي. عندك مجموعه جيده من اللاعبين اللي بيهاجموا بشكل جيد جدا، في وسط الملعب عندك مجموعه جيده من اللاعبين، في الدفاع عندك مجموعه جيده من اللاعبين. ممكن نلاقي ريني فايلر خلال المباراتين القادمتين سواء امام طنطا في الدوري المحلي، سواء طنطا او المقاولين العرب، يحدث، انا ما اعرفش دي مش معلومه، ولكن ممكن جدا ان هو يحدث تغييرات عشان يريح بعض اللاعبين اللي بيعانوا من التعب خلال الفتره اللي فاتت ومن السفريه الطويله دي، ده هنشوفه خلال المباريات القادمه. انا ما اعرفش دي مش معلومه، ولكن يعني ممكن تحصل وممكن ما تحصلش، مش عارفين، توقع. فاللي انا بقوله لحضراتكم او للاعبي النادي الاهلي، مستنيين منكم الصعود اول عن هذه المجموعه ان شاء الله ببذل كل المجهود في 90 دقيقه في مباراه النجم الساحلي، او 95 دقيقه في مباراه النجم الساحلي بالوقت البدل الضايع، وايضا في مباراه الهلال السوداني في السودان. وانا متاكد ان شاء الله ان انتوا هتشوفوا مستوى مغاير. وبرده كلمه عايز اقولها للناس اللي بتتكلم في هذا الموضوع، هم دول اللاعبين
اللي كسبوا 10 ماتشات وكسبوا مباراتين واتغلبوا اول مباراه بفعل فاعل في البطوله الافريقيه من النجم الساحلي لو حضراتكم تتذكروا، وكانوا افضل كتير من النجم الساحلي في تونس. وبالتالي مش مباراه واحده هي اللي هتخلينا نقول كل هذا الكلام، ولكن المستوى الذي ظهر به لاعيبه النادي الاهلي وهم عارفين هذا الكلام كويس جدا مش هو ده المستوى المأمول منهم. كل جمهور النادي الاهلي ينتظر من لاعبي النادي الاهلي ان هم يبقوا دائما في افضل مستوى، مش 20 دقيقة، 90 دقيقة. 90 دقيقة لو كنت حضرتك لعبت زي ما لعبت في ال 20 دقيقة الأولى من الشوط الثاني كنت هتكسب الفريق ده سهل جدا. سهل جدا. فكل الكلام اللي احنا بنقوله ليس مبررات ولكنها حقائق بتحدث في كرة القدم الأفريقية وعدت علينا ومرت علينا كلنا، كل اللعيبة اللي سافرت ولعبت في أفريقيا عدت عليها ومرت عليها هذا الموضوع بشكل كبير. مع ضغط المباريات، مع السفرية الطويلة، مع كذا مع كذا، لا بتؤثر ولو بنسبة بسيطة، حتى بتؤثر بشكل سلبي ولو بنسبة بسيطة. يعني وجهة نظري أنا بقولها وحفضل أقولها دايما لأن احنا عدينا بمثل هذه الأمور وشفنا مثل هذه الأمور، ولكنها ليست مبرر لسوء المستوى اللي ظهر به لعيبة النادي الأهلي في هذه المباراة، ولكن هي حقائق بتحدث.